مرة جديدة أعلن موظفو هيئة إدارة السير توقفهم عن العمل لأنهم غير قادرين نهائياً على الحضور إلى مراكز العمل للقيام بمهامهم وتلبية حاجات المواطنين قبل الحصول على حقوقهم كاملة. وبحسب ما ورد في بيان صادر عنهم، التطمينات والوعود التي سمعوها من الإدارة الجديدة منذ الأسبوع الأول بحلحلة كل الأمور المالية العالقة قبل عودة انتظام العمل في الهيئة لم تخلص إلى خواتيم إيجابية بعد كل المراجعات التي قاموا بها مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أكد للأو تي في أنه يتابع المفاوضات مع مسؤولين بوزارة المالية ومحافظ بيروت المكلف بإدارة الهيئة في هذه المرحلة. الإضراب اللي قايمين فيه اليوم موظفي هيئة إدارة السير طبعا هو إضراب مدعوم من الاتحاد العمالي العام، بعد ما قمنا بسلسلة مفاوضات لم تؤدي إلى شيء. هذه المفاوضات جرت مع المسؤولين بهيئة إدارة السير مع وزير الداخلية، طلبنا فيها أنه بالحد الأدنى أنه يقدروا يحصلوا على رواتبهم الشهرية، ومن ثم يحصلوا على المساعدات الاجتماعية التي قررتها الدولة، اللي هي حد الأدنى 5 ملايين وحد الأقصى 12 مليون. لم يحصلوا على أي مساعدة اجتماعية منذ بدأت الدولة تعطي المساعدات بتشرين الأول 2021، ثم لم يحصلوا أيضا على الحوافز، لم يحصلوا أيضا على بدل النقل، بعده بدل النقل عندهم 24 ألف، لم يحصلوا على بدل زيادة غلاء المعيشة 1,325,000، الأقر بمرسوم منذ أكثر من سنة لم يحصلوا على المرسوم الآخر الثاني بدل غلاء المعيشة 600,000، لم يحصل هؤلاء الموظفون على أي شيء، وبالتالي أكثر وأكثر من طلبهم بالحضور إلى مراكز عملهم. لذلك منقول أنه نحن طلبنا بحلول منطقية، باشرنا مفاوضات، نستمر بالمفاوضات، اليوم كان في مفاوضات. الأسمر أمل في وصول الاتصالات إلى نتائج إيجابية خلال يومين، وفي طلب سلفة تحال إلى وزارة الداخلية ثم المالية حتى يتمكن المحافظ عبود من تسديد المستحقات والمساعدات، داعيا الموظفين للحضور إلى مراكز عملهم. فهل يكون حديثه هذه المرة ضمانة كافية للموظفين أم إنها تجربة المجرب؟